يعني ومثل ما قلت لك يا فرحان عن حسن نية قلت لنفعها شوي لأم أحمد وترعبينه وتنتفعي؟ اسلامت فهمك. نتيجة؟ نتيجة مثل ما قلت لك الجماعة باقي لهم يومين وعلى خاطرة إن رادت بيضلوا هاليومين وإن ما رادت منلاقي حل مو مشكلة بس أنا رأيي يعني رأيي هاد؟ المراكات رح تروح فيها ولا ستر الله يا علي يا عليك يا أم أحمد بعيد الشر عنها ما كان قصدي هيك فرحان أنت رح توصل من المستشفى توان حكيتهم بالتليفون قال شي ساعة بيخرج الدكتور إيه الله يعافيك يا أم أحمد ما على قلبك شر إن شاء الله أخي أنا بالبيت وبس تصل أم أحمد بالسلامة شو ما بدها أنا حاضرة ونرادت المصاري هن بعبي وسوكو سوكو 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 هيا يا أماني برقبتك سمر رح تطلع روحي سمر رح تطلع روحي قال يا مشتري الهم من قلب صاحبه لك شو هالروايح سمر شو بك حبيبي يا فكشنا هلو وشيلو كملي هذا اللي ناقصني هذا اللي ناقصني شو خير امي شو بدك انو خير راسي رح ينفجر من هالروايح روحي اشتحي بلا قله عقل امي تركي بعدين هذا غالي كثير السالي امي عن جد ما بشبه الهندية لك انا بايش وانتي بايش شوفي يا راسي يا امي امي وطي صوتك بعدين اعتبريهم مو موجودين كل يومين وبيروحوا بنتي بدني مو متحمل انا لك روحي شوفي خربوا لي البيت شوفي لي هاي المنظومه شو عم تعمل لي جوا لك ما يروحوا ياكلوا بالسوق امي هدول ما بياكلوا بالسوق هدول انسانيين كثير نباتيين امي يا راسي امي طولي بالك الدكتور قال ما بيصير تنفعلي مشان الضغط امي فظاعه هالهنود شو ايدهم كاسوريه شلون تلبسوها يعني فضل بعدي ريحته مو حلوه كويس كويس اختي كويس وما بدي اكل رح تجيبي لي جلطه انت ابو واصفي فضل كويس ام خالد كويس لا تجيبي لي سيره ام خالد حبيبتي لا تجيبي لي سيرتها اصلا كل البلاء جاني من وراها شكيتك لله يا ام خالد شكيتك لله للاستفاده بس لك امتى بده يجي خطيب ام فرحان بس ويفهم لي اياها تحل عني فرحان مرتاح مرتاح يا لطيف شو هندية طالعة هتخجلني فرحة كاسة تبشر مرة تسلة مرينة رايحين ايه ما تعمق رايحين هاتي بوسة سوكو سوكو بوسة 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 مين فرحة كاسة تبشر قالت يا ام احمد يا نقام اي شو اكسب زيس ليل بريزنت فرام بومبي يا بنتي يا علي ان شاء الله وينك زمان زمان تعي تعي شو تعي دقيقة بس شو امي لكي شو هدتني هذا عرش قالي شو بيسوى ام احمد تانكيو تانكيو شكريا شكريا حسيتكن مثل ولادي ترجم فرحان ترجم شو بدي ترجم مرت عمي لا تبرطين ترجم لهم اني انا حبيتهم من كل قلبي وما بتمناهم يروحوا بنوب بنوب اذا بدهم يضلوا بنزل لهم انا الاجره حبيتهم كثير للجماعه لك اترجم شبك قبل شوي كنت مثل العصافير شو صار لك على غفلة؟ ترجم فرحان ترجم له تار ما تعمي كتار بعدين ما عاد في وقت هلأ مش رح لهم على الطريق أنا طريق
ليش ما يحكعون؟ شو اللي عاجبك فيهم؟ من امتى صرت اصحاب؟ سمار ركزي على الثاني، في اجانب ها؟ اوعى بتماني عم اقول لك سمار سمار شو بكي؟ شو زملاء حكي؟ متفق انه مطلع الحركة؟ على بلاش غيري؟ سمار انا بغار عليك شيء؟ لا ها سلام 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 باي باي سلام تفضل سلموا شو رايحين كثير مالك عليهم رايحين 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 سلامة 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 سلامة